بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمه منه وبركاته ورضوان. احذر من يقول النبي عليه الصلاه والسلام لم يركب طائره او سفينه او كذا او سياره، ولا نبينا عليه الصلاه والسلام لم يستعمل المصدح. كان ذلك العصر عصر له قواعده، قواعد التبليغ، كانت الخطباء وكانت الشعراء وكانت الناس اللي عندهم ينقلوا الاخبار كانوا كثر، وكان كل واحد منهم يقوم بواجبه المطلوب منه باش اللي قالوا النبي عليه الصلاه والسلام وعمل النبي عليه الصلاه والسلام يبلغه، سواء كان بقصد البناء ولا بقصد الهدم الدين. بحيث اليوم اللي مش قلنا ما عادش تعمل مصلح، نحيوا امامكم، نحيوا المصلح، زدتوا تسمعوه، نحيوا المصلح، زدتوا تسمعوا الاذان وانتم بعاد باش تحضروا روحكم للصلاه. سامحوني يا ناس، العصر عصر التبليغ، بنو اسرائيل فهموا القاعده وخدموا بها اقصى ما يستطاع الخدمة بالتقنيات الرفيعة. الميكرو اليوم علم كبير وتركيز وتمويل كبير باش يطوروه، ونحن نجي نقولوا لا نعطلوه. يا ناس راكم تحبوا الإسلام يرجع لكم وتحبوا تزيدوا تخلاوا الإسلام، اختاروا لأنفسكم. الإسلام هو تقدمي إلي بروكسيست أحب من أحب كريما كان. الإسلام هو إلى الأمام. الإسلام عندنا نقل وعقل ودرس تاريخي. الأمم التي تريد السيادة، نحن لا نريد السيادة، نريد أن يكون الرحمن حبيبنا والرحمن يكون سيدنا بحق، ونكون نتأدى مع ربنا ونشكر حق الشكر. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله الحمادون، فهل نحن من الحمادين أم لا؟ والحمد يتمثل في عدة أشياء، منها أن نعمل لبعث هذا الدين من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ورد.